ناحية الهجوم من هناك الكرة الأولى الخطيرة من هناك، ماذا يفعل؟ يوزع لكن الحارس مباشرة حجي عمر. التوزيع لكن صعبة أمام الحارس، التسديد إلى الركنية. أخطر فرصة من جانب لاعب درجة وليد. سهلة للدفاع الأمن علم ليلى. الخطأ بالدفاع أمام جابو، خطأ أمام جابو. ضاعت الكرة، ضاعت الفرصة أمام لاعبي المولودية وأمام بن دبكة. الكرة ثابتة أخرى لصالح الأمل، تنفذ مباشرة ناحية الرؤوس لكن عالية. المسها المدافع فما عليه إلا الهجوم. هاي الكرة لنقاش، نقاش أمام الحارس ولكن تألق مرة أخرى الحارس، لكن ترجع مرة أخرى يضيع. ما زال الكرة، ما زال الخطر لصالح المولودية، والدفاع حاضر، الدفاع والحارس حاضر. شوف الكرة نقاش لكن الحارس في وضعية جيدة، كاد مرة أخرى وليد درجة لكن توزيعت وثقة بالنفس ناحية جابو. توصلوا الكرة جابو، يمرر جابو من الجهة الأخرى، إبراهيم التوزيع والهدف الأول. التوزيع والهدف الأول لكن في وضع التسلل يقول الحكم المساعد نقاش. حائط بشري من المولودية، قريب من الحائط البشري للأمن علم ليلى لكن صعيبة العارضة الأفقية. ترجع الكرة، مازال الخطر لصالح المولودية، المؤذن بالرأسية ثم تدخل الدفاع لكنها كانت من درجة وبكرة ميليمترية لكن العارضة الأفقية تصد الكرة، تصد كرة درجة وليد. هل ستكون مباشرة وقوية وتسديدة؟ نعم تسديدة قوية. واش ضيع، واش ضيع طيايبة في هذه اللحظات ونهاية الشوط الأول. نهاية الشوط الأول على هذه اللقطة من اللاعب طيايبة بعد تسديدة والكرة الثابتة. التوزيع الطويلة إلى بالخير، مراقبة الكرة، المحاولة، التوزيع، تصل الكرة إلى الهجوم لكن الدفاع بالمرصاد ويبعد الخطر. جابو، التسديد من جابو، الحارس يتألق مرة أخرى. شوف مرة أخرى بيسرها السحرية والقوية الأرضية إلى جابو. جابو يوزع تمريرة رائعة، هشام ماذا ضيع، هشام نقاش، ماذا ضيع نقاش مرة أخرى وأمام الحارس. حاجي عمر ضيع كرة هدف محققة طبعا ودخول كذلك الكاميروني روناي إيفا الرأسية من عزي، لكن ما فيش لاعبي المولودية يطالبون. ضربة جزاء بعدما طلب اللاعب المولودية في البداية بلمس الكرة، في الأخير أعلنها سعيدي ضربة جزاء لصالح مولودية الجزائر بعد عرقلة أحد لاعبين للهجوم المولودية أمام حجي ويضيع، يضيع ثم يسجل، يضيع ثم يسجل والحكم يصعد وبذلك الهدف. وليد درجة ضيع ضربة الجزاء لكنه تدارك وسجل الهدف لأنه دفاع، دفاع كنية كما يقال. شوف هنا، شوف هنا الدفاع ما كانش، الكرة رجعت إلى رجل درجة المتفوق لحد الآن أمام أمل العين مليلة بهدف وليد درجة. التعادل، التعادل لصالح أمل عين مليلة في هذه اللحظات. خدع الجميع، خدع الجميع اللاعب صيام شريف الذي دخل في الشوط الثاني، طبعا كانت مخادعة وكان الهدف مخادعا. طبعا صيام شريف يعدل النتيجة ولصالح أمل عين مليلة فرحة كبيرة، خاصة المدرب عز الدين أيجود الذي لام كثيرا مدافعيه في ضربة الجزاء. قصلوا الكرة تروح مباشرة، حذاري، حذاري من إيفا، إيفا يصلع الكرة، يوزع إيفا لكن الدفاع حاضر. وليد درجة ناحية بورديم، هاي كرة أخرى لكن الدفاع حاضر عن طريق اللاعب قمرود عبد الجليل. ونهاية اللقاء في هذه اللحظات وبالتعادل الإيجابي بين مولودية الجزائر وأمل عين مليلة بهدف مقابل.